جو اولا ممتاز، يعني انت بتشوف انه في شراكه هنا بين كل السلطات، ثانيا انت بتشوف انه في معرض اللي يعني في محورين، المحور الخدماتي للموظف وللمواطن، والموضوع الثاني في برضه عندك يعني النظره الاقتصاديه، واحنا جايين ناخذ بالموضوعين، بالموضوع الخدماتي والموضوع الاقتصادي. يعني انا بشوف كثير من المواضيع هنا هي قفزه نوعيه بكل ما يتعلق بالتطور الاقتصادي في مجتمعنا العربي وبسلطاتنا المحليه، وبنفس الوقت انا بشوف في قفزه هنا باعطاء خدمات افضل لموظفينا للمواطنين اللي عندنا. يعني هسه انا شفت هيك تطبيق اللي من شأنه انه يساعد ويساهم في مستوى الخدمات للمواطن، وهذا اللي انا طلبته. انا طلبت انه المسؤول عن المعلومات عندنا في البلدية يروح يشوف اي هذا التطبيق مشان نطور الامر ان شاء الله. طلع احنا يعني بكره رايحين انا بكره في عندي مداخله رايح اطرح كل موضوع الحصانه اللي البلديه ورؤساء البلديات بيصنعوها، لانه بالاخر احنا مؤسسه خدماتيه جاي تنطي الخدمات للمواطن، ونعم احنا اللي موجودين في الواجهه مش الحكومه. شايف انه التعاون هنا تعاون يعني منقطع النظير، انا بقول على اليوم لو التعاون الموجود هنا موجود بكل الاطر على مستوى الدوله. قناه هلا اللي دائما احنا عمليا بندعم قناه هلا وتلفزيون هلا، لانه بالنسبه لنا هو الشاشه اللي احنا عمليا نتحدث ونطلع امور المجتمع العربي عن طريقها. احنا اليوم بنشارك في معرض، طبعا كل سنه احنا بنشارك في معرض، بالنهايه هذا المعرض هو عمليا التجديدات اللي احنا نقدر ونستطيع ناخذ منها ونجيبها لقرانا في المجتمع العربي ولمجالسنا المحليه عده امور اللي يستفيد منها المواطن. انت بتشوف اليوم احنا نتحدث اليوم اهم شيء عن طاقه شمسيه اللي هي هذا المشروع وموضوع كبير اللي دخل لقرانا للسلطات المحليه. مثال بير المكسور من قبل 3 سنوات قمنا في مشروع طاقه شمسيه على المباني العامه اللي بالنهايه نستفيد ومرجوع مادي للسلطه المحليه. طبعا تغيير كل الاناره في شوارع قريه بير المكسور من اناره عاديه لاناره ليد اللي هي بتخفف عبء مادي شهريا على السلطه المحليه. فاليوم احنا كمان في عندنا مركز تعليمات او معلومات اللي بيعطي خدمه لاهل بير مكسور، تجديدات وتكنولوجيا في المجلس المحلي، في شغلات كثير اللي نستفيد منها. فاقتنينا مكنسه كهربائيه كمان اللي تواصلنا مع شركه راقه هون واشترينا قبل 3 سنوات اللي تتجول في شوارع بير مكسور وتعمل يوميا من اجل نظافه شوارع بير مكسور ونظافه القريه. احنا تعامل وانا كعضو اداره في المركز المحلي في اسرائيل مع رئيس المركز حايم بيبس، انا عضو اداره تقريبا، احنا عندنا كل شهر جلسه ونتعاون وتعاون على طول الخط مع المركز السلطات المحليه. يعني اخي العزيز هو مؤتمر مونو اكسبو ومؤتمر محلي وعالمي اللي فيه اكثر يعني التوجه للحداثه، يعني احنا بنشوف انه بلادنا بدنا نتوجه ونصل تكون عندنا البلد ما يسمى بالعير حخامه، المدينة الذكية اللي فيها ممكن انت توصل الخدمة للمواطن بأفكار وتطبيقات اللي احنا عم نشوف قديش الاشي بيكون اسهل واحسن وافضل. واحنا بنشوف انه الدور الشبابي هو دور مهم اللي احنا بدنا نوجه يكون شبابنا مش بس يعني خلينا نقول يتلقوا الخدمة، لكن يكون جزء من اتخاذ القرار ويكون جزء من الافكار اللي ممكن احنا ناخذها وكبلدية نقدر نطبقها ونطورها، لانه احنا بنشوف الشباب الموجود عندنا في مجتمعنا الافكار الموجوده فيها بالفعل بترفع الراس، وممكن احنا نصل لمحل الخدمه تكون في المجتمع العربي لا تكون اقل من ايات بلد يهوديه. يعني اخي العزيز طبعا هو مؤتمر فيه لقاء ما بين الزملاء، اذا كان كيف حكيت محليا وعالميا، فيه تشوف الافكار وتشوف الشركات اللي ممكن انت تلتقي معها، تلتقي مع الافكار اللي انت عم بتذوتها، تلتقي مع بلدك تلائمها، يعني في عده خلينا نقول مجالات، في مجالات البيئه وغيرها. ولكن انا بشوف انه كيف حكيت لك انه قضيه الحداثه وتوصل لتطبيق اللي يقدر يوصل المدينه وانت موجود في البيت تاخذ الخدمات، واذا في عندك خلينا نقول ايات طلب للبلد اللي يكون فيه بالاخر وبالاول بالاخير يعني اداره سليمه، اداره حضاريه وحديثه اللي تقدر تتماشى مع روح العصر اللي احنا عم نشوفها، واحنا خلينا نقول بنشوف وين الافضل وعمالين بنتوجه لهناك. يعني اخي العزيز يعني في قضايا عده بناقشها المؤتمر، من ضمنها مثلا انا مشارك في قضايا تتعلق بالصحه كمجتمع العربي، لان انا موجود في اللجنه الموجهه لخطه 550 ما يسمى للوسط العربي، وعمالين نعمل استثمار افضل ما يكون بالموارد بهذا الاتجاه.
ولكن احنا اخرى مره بنشوف انه الفكره الاساسيه انه احنا نكون نتوجه للمدينه العصريه، للمدينه الحديثه، للمدينه الذكيه اللي تعطي الخدمه لاهلنا ومجتمعنا. المحلي فيه خلينا نقول من كل الاطياف، طبعا في فوارق وفي فوارق بالمجتمعات اللي احنا شايفينها، ولكن احنا مهم جدا انه نحط حالنا على الخارطه. في طبعا السلطات المحليه العربيه لها محلها ولا ادارتها، ولكن احنا بنشوف انه دورنا واجبنا انه احنا نقدر نطالب لاهلنا ومجتمعنا ومواطنينا يكون الظروف الحياتيه والبيئه الموجوده في بلدنا هي لا تكون اقل من اي بلد يهودية. طبعا هذا المؤتمر مهم جدا، مهم جدا انك رؤساء سلطات محلية نشارك في هيك مؤتمر. هذا مؤتمر اللي هو سنوي، يعني يشارك فيه بحدود 12,000 شخص في هذه الدورة، اللي هم من رؤساء سلطات محلية وسلطات عالمية ووزراء من الحكومة الحالية ووزراء من الحكومة اللي هي مرتقبة. وهذا مهم جدا اولا انه احنا هون بننمي افكار، بنشوف اللي هي الاختراعات وكثير امور اللي ممكن تساعد وتطور الخدمات عندنا في الوسط العربي، اللي كثير تنقصنا امور عشان نتوازى بيننا وبين الوسط اليهودي، وخلينا نقول الخدمات اللي هي في القرن ال21. انه احد مشاكلنا في الفجوه هاي بيننا وبين الاوساط الاخرى انه موضوع الميزانيات، لانه الميزانيات احنا بناخذها هي ميزانيات محدده مخصصه لمشاريع معينه، ما بنقدر احنا احيانا طبعا على مزاجنا نحولها من مكان لمكان. ولكن لما احنا اليوم احنا بناخذ الافكار هاي بنشوفها وتتاح لنا فرصه في الكول كوري اللي احيانا يعرض علينا انه احنا كيف نستثمر الكول كوري، يكون عندنا الفكره نفسها، فاحنا هيك نضمن انه نقدر نشارك في هاي الفرص اللي بيبعثوا لنا كول كوري نعبيها ونستثمر افكار اللي هي ممكن تطور الخدمات للمواطن والخدمات في بلادنا العربيه. اول شيء قضايا البيئه احنا اكثر شيء بنعاني منه، موضوع اللي هو السايبر والهايتك اللي هو يزيد من ويرفع من خلينا نقول الامن تبع المواطن. هذا اليوم ينقصنا في كل حالات العنف المستشري عندنا الوسط العربي، فموضوع كل الكاميرات في كل الحارات وكل الشوارع والسيطره الكامله نوعا ما يعطي نوع من الردع لكل هاي العمليات اللي هي ممكن احيانا حتى تخريب في ممتلكات عامه. فهذه كلها اليوم معروضه، كيف يكون سيطره كامله، حتى حاويات الزباله كيف انت تضمن انه السياره لما بتمر في الشارع يعني ما تعدي عن حاويه معينه، ويكون حتى افكار تكون شريحه في كل حاويه تقدر تتحكم هل هاي الحاويه تفرغت او ما تفرغت. كل هاي امور سهله جدا ما بدهاش يعني كثير خلينا نقول موارد، ولكن اكيد بترفع الخدمات لمستوى كثير. نعم، مؤتمر اكسو للمره السادسه على التوالي بتكون فيه السلطات المحليه بالبلاد والسلطات المحليه العربيه، واحنا كمان بنشارك فيه من اجل الاطلاع ومتابعه الامكانيات الموجوده اليوم في مجال الحداثه والتطوير، في مجال التقنيات الحديثه، في مجال نقل السلطات المحليه بخدماتها، نقل نوعيه تعتمد على التكنولوجيا وعلى الحداثه. طبعا شيء كبير، شيء عظيم، السلطات المحليه العربيه بعيده كثير البعد عن هذا الشيء، ولكن اخر مره هذا بيعطينا لايد البوصله تسعى للتوجه وين بكون، واحنا نتامل ونقدر كسلطات محليه عربيه نتوصل لهالمستويات. هي حقيقه الامر اكثر من ميزانيات، السلطات المحليه العربيه تعاني من بنيه تحتيه غير مهيئه لاعطاء خدمات تعتمد على تكنولوجيا حديثه، لذلك يجب العمل ابتداء على بنيه تحتيه ملائمه، وكذلك خدمات بهذا المستوى تحتاج ايضا الى ميزانيات وتحتاج ايضا الى كوادر وتحتاج ايضا الى برامج مهدده مسبقا. احنا كسلطات محليه عربيه نرى انه يحق مواطننا العربي في الوسط العربي ما يستحقه ايضا المواطن في سائر البلاد، والتحدي امامنا كبير، ولكن انا ارى انه السلطات المحليه العربيه اليوم فيها قياده اللي ترى انه الحداثه جزء اساسي من الخدمات وتسعى جاده الى توصيل المستوى في الخدمات الى هذا الشيء ان شاء الله. אני חושב שלחברה הערבית הכנס הזה יכול להיות התחלה של התקדמות בכל הנושאים. אחד היעדים הכי חשובים של הממשלה ושל השלטון המקומי לקדם את הרשויות המקומיות הערביות מבחינת תשתיות, מבחינת איכות חינוך, איכות חיים, כל השירותים שהתושב מקבל, להביא אותם לרמה של היישובים היהודיים. פה אפשר להתחיל מזה, כי פה לומדים הכל. יש פה תערוכה, יש פה חדשנות, יש פה דרכים לטפל במים, יש פה דרכים לטפל בביוב, יש פה אמצעי ניהול עיר שאפשר ללמוד.
זאת התחלה של התקדמות, לכן קראנו לכל עובדי הרשויות המקומיות לבוא לפה ונתנו להם גם יום חופש בשביל זה. חשוב כי פעם בכמה זמן צריך להתכנס, צריך לשמוע דוברים מקצועיים, יש פה הממונה על השכר באוצר, יש פה שרים, יש פה חברי כנסת, יש פה שופטים, יש פה טכנולוגים שמראים טכנולוגיות חדשות. זה אוניברסיטה ביומיים וחצי. אני מאוד ממליץ לעשות את זה.